السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مع بعض حاجات ظريفة في الماس، بحيث نوري الناس ان هو فيه امكانيات جميلة جدا. امبليس ماس، اوكي. بتبدأ بقى ترسم، مثلا تقول له انا عايز اعمل موديل مثلا وليكن شكل زي دوت، اهو تمام. طيب هقول له كرييت فورم ونخش في 3D. انت دلوقتي عايز تغير مثلا القاعدة اللي فوق دي، عايز ترفعها لفوق، سهل جدا ترفعها بالشكل دوت. طيب انت عايز فوق مثلا يبقى حاجة مختلفة، ممكن تقول له edit form وتعمل select على دوت. ممكن ترسحها وترسم مستطيل زي ما انت عايز. خلينا مثلا نقول له انا عايز اعمل rotate من هنا لهنا، وتقول له اوكي. هتلاقي الشكل بكل بساطة لف وعمل لك حاجة زي كده. تقدر تضيف edge بالشكل دوت، الإدج ده هيديك تحكم أكتر، بحيث لو أنت عايز تتحكم في نقطة معينة تقدر تتحكم فيها بسهولة. أهو مثلا أهوت، تقدر تضيف أكتر من إدج. تقدر تيجي كده وتدوس تاب وتعلم على كله، وتقول له مثلا أنا عايز أعمل ديفايند سيرفيس، فيبدأ يقسمهم لك بالشكل دوت. تمام، هو لسه معملش حاجة. تقدر تعمل سيلكت كده وتقول له فلتر، وتقول له انا عايز ديفايد سيرفيس، وتقول له انا عايز اختارهم مثلا على هيئة مثلا اي شكل من الاشكال ديت. يعمل لك حاجة بالشكل دوت ديفايد، وتقدر بعد كده تحول دول كلهم لحوائط لو انت حابب. هنرجع تاني للماس، بس لو انت عايز تقول له وول باي فيس وتقول له كده، يبدأ هو يعمل لك كل ده وول. حول لك ده الوول، تقدر برضو ده الوول، وهكذا يبدأ يعمل لك الوول لكل طرف من الأطراف. طيب مش ده اللي أنا عايز دلوقتي. أنا عايز أجي أعمل سيلكت على الماس نفسها وأقول له إديت إمبليس ماس. طيب عايزين نعمل إحنا شكل خاص بينا لدوت، فهاجي من هنا أقول له نيو فاميلي، وخلينا نروح لل انجليش. وهنختار جينيريك موديل باتر بيست، ده الباترن هو. تقدر ترسم اي شكل جواه زي ما انت عايز، تقدر تلغي النقط دي، تقدر تيجي تعمل سيلكت هنا وتختار شكل اخر، مش لازم تبقى مرتبط بالشكل دوت، ده تختار الشكل انت عايزه. طيب ممكن نيجي هنا مثلا نقول له احنا عايزين نعمل مثلا الشكل ده، الشكل دوت، الشكل ده، الشكل دوت، اهو ودوت. عايزين نعمله مثلا كرييت فورم، يعمل لك كرييت فورم بالشكل دوت، حاجة بسيطة خالص. تمام، طيب دلوقتي ده هقول له حمله في قلب المشروع. وخلينا نعمل سيلكت. وبعد كده هقول له ان انا عايز مثلا فاميلي 1، فيبدأ يوزعها على الشكل بتاعنا زي ما انت شايف. فتقدر تخترع انت اشكال مختلفة وتبدأ تحطها للموديل بتاعك.